متابعينا في المملكة العربية السعودية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نهار اليوم سالت أجواء مستقرة وصافية في عموم مناطق المملكة، يتوقع أن تستمر هذه الأجواء بالتأثير على المملكة خلال الأيام القادمة، وبالتالي تكون أجواء مناسبة للخروج ومناسبة أيضا لممارسة النشاطات الخارجية خلال عطلات نهاية الأسبوع. المحاور الرئيسية التي سنستعرضها في هذه النشرة ستكون حول استمرار الطقس المستقر في عموم مناطق المملكة خلال الأيام القادمة وارتفاعات متتالية على درجات الحرارة وتراجع فرص الأمطار في المنطقة الجنوبية الغربية. صور الأقمار الصناعية الملتقطة خلال ساعات صباح اليوم توضح انتشار لبعض كميات من الغيوم المتفرقة والعالية بدون فاعلية في المنطقة الوسطى والشرقية. سرعان ما تلاشت هذه الغيوم ليسود طقس مستقر وصافي في عموم مناطق المملكة. خرائط توزيع درجات الحرارة في طبقات الجو المتوسطة من يوم الجمعة من يوم الخميس حتى يوم السبت، ليست الطبقات المتوسطة وإنما السطحية، حيث تسود أجواء دافئة بشكل عام في عموم مناطق المملكة. درجات الحرارة تكون حول الأعلى بقليل من معدلات مثل هذا الوقت من العام. الطقس يكون دافئ بشكل لافت، مثلا في العاصمة الرياض درجات الحرارة تكون في منتصف العشرينيات، بينما يكون الطقس حار نسبيا في المناطق الساحلية المطلة على البحر الأحمر، بينما تكون الأجواء دافئة في المنطقة الشرقية لكن باردة نسبيا في المنطقة الشمالية. توقعات الجوية للعاصمة الرياض خلال هذه الليلة: يسود طقس مستقر غالبا صافي، 13 درجة مئوية، الملموسة 12، رطوبة منخفضة والرياح تكون جنوبية خفيفة إلى معتدلات السرعة. توقعات الجوية للعاصمة الرياض خلال ثلاثة أيام القادمة: يوم الجمعة 27 إلى 14، ارتفاع على درجات الحرارة يوم السبت 28 إلى 16، ونفس الحرارة يوم الأحد مع أجواء مشمسة ومستقرة بشكل عام. إلى هنا تنتهي نشرتنا، للقاء.